السيد الوزير ما كنشوفش بان هذا عيب وعار في دوله اجتماعيه اننا نقيد صحه وتطبيب المواطن مقابل شيئات لما ذلك من تبعات يعني قانونيه واداريه واجتماعيه. شكرا. السيد نائب المحترم، هذا السؤال تردد بزاف ديال المرات على البرلمان وعلى حتى الغرفه التاليه واللي كنا جاوبنا عليه، ولكن خصنا نعرفوا علاش شنو السبب اللي كيجعل انه هاد المصحات كيلتجؤوا لهذا الشيك ديال الضمانات، وكذلك حتى ذاك النوار اللي كيعطيوه. ربما خصنا نقطعوها، ولكن بغينا لها الصيغه باش نقطعوها. متفقين احنا قمنا بعده تفتيشيات واللي من خلالها كانت بزاف ديال العقوبات على بعض المصحات، ولكن خصنا كذلك نفهموا شنو هي اسباب النزول. من بعد الدائره ديال الكوفيد اتضح بان كاين واحد التفاوت ما بين داك الشيء اللي الخدمات اللي كتعطى وكذلك والتعريفه اللي هي اللي معروفه اليوم. فهاد هاد 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 المساله هذه خصنا نتجاوزوها. باش يمكننا نتجاوزوها كاين بعض الاليات اللي يمكننا نتحدثوا فيها باش على الاقل باش نحفظوا حق ديال المؤمن وكذلك حق ديال المصحات. يعني الا مشينا نسدوا المصحات اليوم راه ما قدمنا غادي نضروا العرض الصحي، ولا مشينا عاوتاني حيدنا هذه المساله راه الصحه ما صحتش. شكرا سيد الوزير.